الغموض لا يزال يخيم على طبيعة الطائرة الفنزويلية العالقة في الأرجنتين وعلى هويات طاقمها. القصة بدأت منذ 12 يوماً. طائرة بوينغ 747 المملوكة لشركة إمتراسور محتجزة منذ الأربعاء الماضي في الأرجنتين بعد وصولها من المكسيك محملة بقطع غيار سيارات. الطائرة بعد أن حطت في الأرجنتين حاولت بعد يومين التوجه إلى باراغواي، لكن لم يسمح لها بذلك فعادت أدراجها إلى الأرجنتين ليتم حجز جوازات سفر الطاقم من الإيرانيين والفنزويليين. ثم بدأت التحقيقات عن خلفياتهم ودارت الشكوك بوجود صلة بين الرحلة والحرس الثوري الإيراني. تفاصيل جديدة كشفت عنها باراغواي، حيث أكدت أن إيرانياً من أفراد الطائرة مرتبط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مناقضة بذلك رواية الحكومة الأرجنتينية. الأمر ليس تشابه أسماء بين القبطان وعضو في فيلق القدس يحملان اسم غلام رضا قاسمي، بل هو الشخص نفسه. تصريح تعارض مع تأكيد وزير الأمن الأرجنتيني الذي ذكر أن طائرة الشحن لا تقل أي من عناصر فيلق القدس. إيران من جهتها قالت إن شركة ماهان إير باعت الطائرة لشركة فنزويلية قبل أكثر من عام، لكن واشنطن لطالما اتهمت الشركة الإيرانية بدعم فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري والمدرج في اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. ملوك الشيخ العربية.